لايقه على حضرتك، فممكن يبقى عندك العلامه دي كلها اوضه للاهتمامات الشخصيه بدل ما تشيلك من كل اوضه فلوس. مش موافق؟ تمام. ماشي خالص، ماشي مشاكل. منفرد بالتصوير داخل العناية المركزة التي ستتحول إلى عزل في جامعة كفر الشيخ. للجنة اللي بتعين منفرد بوجود الأماكن. اتليست مش كله، احنا بنظهر ايه بالدور بتاعه من هنا. طب انت الدور ده اللي هو ده احنا ده واللي فوقه طبعا، بس احنا هنفتح ده هيجيب لنا عور بس وهنفتح الشباك. لو هنفتح الشباك انت كده مش هيغطي، مش هيغطي التكييف. ده اللي انا بوصله لحضرتك بقى، بتوصله لحضرتك تحت. حاجه من الاثنين، يا اما اقلبها عزل يا اما تبقى غرفه تجمع زي ما احنا عاملين. غرفة عزل يبقى الديزاين ده اللي انا عامله، ده مش موجود. مش موجود. اللي انت بتقوله ده ايديا. تمام. كم مستشفى عزل في مصر عملت كده؟ ولا حاجة. ولا حاجة. على بالعقل كده ولا حاجة، انا بقول لك.